ينضم معي هنا السيد صفاء اللامي الخبير السياسي والقانوني. أهلا بك سيد صفاء. بداية دعني أسألك، يعني ما هو الحديث الآن حول إلغاء نتائج الانتخابات بالشكل القانوني والكل ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في 13 من الشهر الجاري؟ تفضل. نعم، شكرا لك أستاذ، مرحبا بك بدءا ومرحبا بمشاهدي قناتكم الكريمة. شرف. لا شك أن تداعيات الأحداث الحاصلة الآن على الساحة السياسية هي مدار بحث من قبل المهتمين بالشأن السياسي ومعظم أبناء الشعب العراقي، على اعتبار أنه الإجراءات التي تتم حاليا من خلال القوى الخاسرة بالانتخابات والتي تريد أن تفرض هيمنتها وسطوتها على المرحلة القادمة من حيث تقاسم السلطة والنفوذ كما ورد في تقريركم قبل قليل، حاليا القوى الخاسرة لم تعد تمتلك أوراق رابحة لإيقاف تمشية تشكيل الحكومة بالوقت الحاضر بعد الاجتماع الذي فشل بحضور السيد مقتدى الصدر، وكان هو بمثابة رصاصة الرحمة على الاتفاق بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر، وكان السيد الصدر ضمن مبدأ إلقاء الحجة على القوى الخاسرة بالانتخابات باعتبارهم ضمن إطار البيت الشيعي.